وين سمعنا البارح خبر توافق على السيد مصفر فيليل اللي عرضوا عليه المنصب وقال لهم أما ما تخافوش، حتى كان ما حبش سيد فيليلي فإنه المترشح جديد حار ويستنى في الضوء الأخضر باش يتسلم مهام. عندكش تشكيلة الحكومة الجديدة؟ نمر للنائبة سونيا تومية واللي تحصلت على ماجستير مؤخرا مما خليها تتلقى التهاني من زملاء. وشكرا سيدة الرئيس، بارك الله فيك، بارك الله فيك زميلتي العزيزة. إن شاء الله في مهم سيدة سونيا، وتعرف اللي خليتني أنا بيدي نخمم في مواصلة التعليم والحصول على الماجستير. أما اللي غالب أسطيع بو مانيش عارف عليش، ليس جبنا، ليس خوفا، ليس رهبة، ليس وألف ليس. شرمو شوية بخل. في الشأن الوطني تخطى الورو عتبة 2300 ملي، خبر خلى برش عباد دق ناقوز الاخضر. اما زي تفاجئوا على خاطر بعد نص نهار ثم مضي ساعه، وبعد نهار 14 ثم نهار 15 ديسمبر. مروا للكتاب الاسود اللي عمل ضجه كبيره المده الفار واللي عن مورقناه لقينا عديد الاسماء والمفاجات، وبطبيعه ردت الفعل ما تاخرتش. واخيرا نهار الاربع من طرف الاستاذ صافي سعيد اللي تفكر اخيرا اللي عنده ملفات واسرار قرر باش يمدنا بها. إنهم يتآمرون ضد الرئيس بالاشتراك مع الجزائر. سأسقطه أو أسقطه. على القنوات الشقيقة شفنا في برنامج شريك العمر معلومة تقنية وتكنولوجية جديدة تخص الفيسبوك. كيفاش تعرفت عليه؟ الفيسبوك. عفوا الفيسبوك. أحكي لنا كيفاش تعرفت عليه؟ نهارك عملت ديمون. عملت ديمون؟ عملت ديمون. إيه؟ طاحت هي. ها؟ طاحت هي. عملت دومون طاحت هي؟ طاحت هي. دي كاتاستروفي، سي با بوسيبل، دي كاتاستروفي. نختم جولتنا بصور شركة طيران أجنبية حبت تفرح مسافريها بمناسبة رأس السنة الميلادية، وعملت لنا مفاجأة ما كانتش على بال. نفس الشيء تقريبا في البلدان العربية، من الفرحة وراحة البال تبدأ من العائلة. أمي لا تتفاهم مع زوجتي، وخالتي تكره أختي وتحب أمي، وعمتي تحب أختي وتكره زوجتي، وزوجتي تحب أختي وتكره خالتي. تعال زبالة راجل. ويبقى سؤال، هل يأتي نهار ينتهي فيه الحلم؟ يعني أنا نعيشه كي زبالة. What's up?